السلام عليكم احبابنا مشاهدينا المسؤولين، عائلتنا الثانيه، الله يخليكم لينا. وكنرحب بالناس الجداد اللي دخلوا عندنا، الف مرحبا بهم. كذلك الناس القدام مرحبا بالف مرحبا. شكرا لكم على تعاليقكم زوينه، شكرا لكم على المشاهده، الله يخليكم لينا والله يحفظكم يا رب ان شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو ديالي كنقولوا يا رب ان شاء الله يرزقنا الله بالمطر ان شاء الله باذن الله، لان في الحقيقه الجو ولا بارد بزاف. الله يرحمنا بالشتاء يا ربي ان شاء الله باذن الله، ويكون عام خير ان شاء الله، ورفعنا ربي هذا الوباء. احبابي، يعني بصراحه هذا الموضوع اللي غندار فيه اليوم ألمني صراحه، هو من الواقع. يعني شي حاجه انا دائما كنهضر في موضوع شي حاجه اللي كنحسها، شي حاجه اللي كنشوفها، لانك يعني ملي كتعيشي واحد الحاجه كتشوفيها قدام عينيك ولا شي حاجه يعني الموضوع كيوصل. نتمنى من الله يوصل هذا الموضوع للاباء اللي كيديروا بحال هذيك كتسمى اجرام. يعني صراحه هذا كيتسمى اجرام، هذه المساله اللي كيديروها الاباء كتسمى اجرام. نتمنى من الله يوعاو وما يرميوش ببناتهم للتهلكه. المهم احبابي، نبدا لكم في الموضوع. هذا موضوع واقعي حقيقي بالنسبه للموضوع اللي نهضروا فيه، بالنسبه للبنات اللي كيجوجوهم والديهم بلا عقد الزواج. كتكون مثلا باقا ما وصلتش السن القانوني ديال الزواج وكيزوجوها وهي باقا صغيره، ما عرفتش والزواج غيهرب. راه الزواج راه ما غيهربش، راه غيبقى الزواج. غتزوج على 20 على 30 على 40، وقت ما راد الله غتزوج. وعلاش نتوما كتغصبوا على ديك البنت وكتدفعوها في داك السن اللي هي باقا طفله باقا صغيره؟ يعني وللاسف اللي كنشوف المشكله هادشي نهضروا عليه وحنا في 2021، يعني عيب وعار حنا في هاد السنه. يعني والانسان باقي هاد الجهل بحالك. يعني انا ملي شفت هاد الكارثه ديال كارثه، يعني كارثه وكيمشيو فيها بزاف العناصر اللي كيمشيو فيها، وهانتوما غتشوفوا الموضوع وغتسمعوه وغتحكموا. يعني الانسان ملي كيدير هاد المساله راه الاسره كلها كتضمر. راه عيب وعار، راه عيب وعار. اصلا البنت بعد السن الاحسن ليها للزواج هو فوق 24 سنه. عاد البنت واحد الفئه، عاد البنت كبدا توعى، عاد كبدا تعرف، لان البنت باقا في سن المراهقه، باقا باغا تلعب، باقا باغا يعني باقا مسكينه، باقا كتقرا، باقا بزاف د الحوايج. وانتم كتدخلوها كتغصبوها في واحد في الزواج من صغرها وهي هازه المسؤوليه، وباقا ما عندها. والمشكله كون غير عندها الحق، يعني باقا كتزوج بلا اوراق، كنتزوجوا بالفاتحه. يعني عيب وعار، حنا في 2021 وباقي كنتزوجوا بالفاتحه. يعني ما عرفتش، الا كانت البنت ما عندهاش العقل، الوالدين يكون عندهم العقل. القانون لا يحمي المغفلين. انتم غتسمعوا وغتشوفوا الكارثه اللي غتوقع لهاد السيده اللي غتزوج بلا اوراق، بلا عقد زواج. يا ربي بعقد زواج، ويا ربي يكون الراجل معاك. يا ربي يكون مضبوط، يكون بقى عاد بلا عقد زواج. هذاك الشيء كان ديال شحال هادي ديال جدودنا وديال اجداد الاجداد، كان شحال هادي كيتزوجوا بالفاتحه، ما كانش العقد. كاين دابا راه قانون اخر، والناس تبدلوا والوقت تبدلات، وداكشي ديال زمان ما بقاش، ما بقاش. عباد الله، هادشي راه عيب وعار. هادشي راه ملي شفتو انا زعما صراحه نفسيتي تدمرات. وشحال هادي باغا نهضر في هاد الموضوع، شحال هادي باغا نهضر ويا محمد. لا بلاش، قلت لي لا غنهضر. قلت لي انا مادام شفت واحد الحاجه قدام عينيا وألمتني وحسيت بها، هذيك البنت تقدر تكون بنتي، تقدر تكون اختي، تقدر تكون اي حاجه. علاش كنزوجو حنا بناتنا في هاد السن؟ علاش كندفعوهم لهاد التهلكه ولا الدمار؟ علاش؟ فعلا الزواج ايه مزيان ستره، ولكن في واحد السن تشوفي لما غتزوجيها ماشي تلحقي ترمي بهاديك بنتك. المهم ندخلو في الموضوع. الموضوع اللي غنقول لكم الان، واحد البنت اللي باقا صغيره، يعني باقا موصلاش السن القانوني ديال الزواج. مني اكثر هاد المسائل يعني كتوقع في الناس اللي كيكونوا في البوادي، والناس اللي ما يعني ما كاينش الوعي. يعني عيب وعار، عيب وعار تزوجوا بناتكم في هاد السن، عيب وعار. كاع البنت اللي ما كانش عندها العقل، الوالدين يكون عندها العقل. المهم معنينا احبابي، البنت زوجوها والديها في سن صغير بلا عقد الزواج. المهم تزوجوا صافي، داروا الفاتحه،
جوجت السيده بالسيد جاب للمدينه دابا يديروا العقد هذا العام، يديروا العقد هذا الشهر، يديروا العقد هذا النهار، يديروا العقد ولدات الاولاد. شو دابا الكارثه اللي غتوقع وشنو هذوك الاولاد فين غيمشيو؟ التشرد. ولدات الاولاد، ولدات الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، كل مره كتولد فين هو العقد الزواج؟ ما كاينش. فين كاين داك الاولاد؟ حتى حاجه ما كاينه. يعني واحد الكارثه اللي شفتها قدام عينيا واللي ألمتني واللي دمرتني صراحه. شنو مصير هذوك الوليدات؟ ها نتوما خسرتوا عليك البنت وتزوجت ومسكينه مشات حياتها، وهذوك الاولاد اللي تولدوا شنو دار بهم؟ اشنو دار بهم؟ تعرفي شنو الحوايج اللي كيتمنعوا منهم؟ صافي انا فاش كنسولهم وكنقول لهم واش كتقراو، وكيقول لك لا ما كنقراوش، ما عندناش الوراق. صدمت، واش كتقرا وليدي؟ لا ما كنقراش، ما عنديش الوراق. وكتجي الام ديالهم وكتشرح ليا وكتقول لي اشنو طرا وشنو طرا ليا. تالمت، قلت لها علاش؟ علاش ديري بحال هكا؟ قالت انا ما كنتش عارفه في السن الصغير، والدي اللي غصبوا عليا، وهاد الشهر يدير الراجل العقد، هاد العام يدير العقد، ولد الاول ولد الثاني، والانسان غادي الفقر، الانسان الفقر وغادي في الاولاد وغادي في المشاكل وفي الهم. والكارثه الكبرى، الكارثه الكبرى شنو غيوقع؟ والسيده اصلا باقا صغيره، هي ولدات دوك الاولاد كلهم وباقا على شتيها كتبان صغير، انا جوجت في سن صغير، يعني في سن صغير ما عارفاش، ما كاينش الوعي، يعني ما كملتش الدراسه ديالها. والمشكله دوك الاولاد دابا حتى هما تشردوا، ما عندهم لا اوراق لا والو، باش غيدخلوا يقراو؟ باش غيدخلوا يقراو هاد الوليدات؟ يلا من الولد باقي صغير في سن 6 سنين 7 سنين، اوليدي واش كتقرا؟ كيقول لك لا خالتي ما عندناش الاوراق، ما عندناش الحاله المدنيه، باش غنقراو؟ فين دوك الاولاد؟ كيتشردوا في الشارع. اشنو الولد ما كيقراش اشنو غيدير؟ غيخرج يتشرد. والله تا عيب وعار، عيب وعار الاباء اللي كيديروا بحال هكا. نتمنى من الله ديروا لي لايك ويوصل هذا الفيديو، نتمنى من الله يوصل للناس. انا كنهدف واحد الناس اللي كيديروا بحال هاد المسائل. يعني بنته باغي غير، واش انت تزوجتي؟ واش انت البنت ولدتي غير باش تفك منها دغيا تزوجها؟ باقا مسكينه ما جلست عندك لا 40 عام لا 50 عام البنت، الله باقا مسكينه قالت بسم الله، الله 14 عام 15 عام كتزوجها صافي، شويه بانت البنت يلا توكل على الله. علاش باقا البنت مسكينه كتغصبوا على البنات باقي صغار؟ دابا تزوج وتقنع من الزواج وتجرب الزواج. الزواج هو راه مسؤوليه، الزواج راه ماشي الحق تزوج، لا راه ماشي الزواج عماريه والعرس والزيطه، لا 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 لا. راه علاش دابا المشكله علاش دابا كتمشيو للمحاكم غتشوفوا البنات الصغار هما اللي كيطلقوا بزاف، لانهم كيدفعوهم والديهم للزواج وكيتزوجوا، هما باقي ما قادرينش على المسؤوليه. باقا البنت كتقرا، باقا مسكينه باغا تلعب، باقا راسها ما كاينش في الزواج. الزواج راه مسؤوليه، راه انسان كبير وكيدخل الزواج وكيقول راه صعيب الحال، كثر الانسان اللي كتقلد شي ما عندوش. يعني بصراحه والله هذا الموضوع يعني صراحه ضرني في خاطري، والله حتى ضرني في خاطري. كل مره باغا نهضر معاكم في هذا الموضوع وابو احمد يقول لي لا بلاش، كنقول لي لا راه ضرني في خاطري، وبغيت الناس، نتمنى من الناس اللي الاباء اللي كيديروا بحال هاد الاخطاء ما يديروش بحال هكا. نتمنى من الله يا ربي يهديهم، ما ديروش بناتكم بحال هكا. خلي البنت تتكبر تتنضج تتعرف شنو كدير، تتكمل قرايتها كاع، تتامن هي بعدا تتشوف شنو غدير مستقبلها. هذا الزواج، الزواج ما يتقاداش، الزواج راه اي وقت راه ما كاينش مشكل، ولكن باش تزوج البنت في عمر صغير وبلا عقد الزواج راه كارثه، كارثه، كارثه على البنت وكارثه على المجتمع. كما قلت لكم الكارثه اللي وقعت ان داك الاب مات في يوم كنتفاجئ كنلقى الزوجه ديالو لابسه البيض، لابسه حق الله، كنقول ليها مال؟ قالت لي الزوج ديالي مات. شنو واصل دوك الاولاد؟ القانون لا يحمي المغفلين. فين غتشد؟ فين غتعرف فين هو باش عرفوا هذوك راه ولادهم؟ فين هو حتى الراجل دابا غادي يولي انسان الفقر ما كاينش باش يمشي حتى للمحكمه ولا باش يجري ربما مسكين ما عندهاش باش يمشي حتى للمحكمه باش تجري على راسه ولا او الاب مات. شكون الضحيه؟ راه البنت كانت ضحيه صافي، راه مشات دابا راه طالعين ولاد اخرين كلهم ضحيه، من يولي 6 الوليدات ولا 7 ولا 5 كلهم ضحيه. لا قرايه
لا خدمه لا حتى شي حاجه، لا اوراق مساكن عندهم باش غيصيبوا البطاقه الوطنيه، وباش غي شنو باش شنو الحل؟ بغيت نعرف شنو الحل. هاد الاباء اللي كيديروا بحال هكا راه عيب وعار عليهم، لان البنت باقه في سن قاصر، باقه ما عارفاش ايه. ما توصل البنت واحد السن ديالها وتقدر تحمل مسؤوليتها وعارفه شنو دير، ايه البنت باقه قاصر، باقي نتوما مسؤولين عليها وكتدفعوها بحال هكا. هادي راه اقسم لك بالله هادي قصه واقعيه وقدام عينيا وكنشوفها. ودوك الوليدات ما شاء الله عليهم، والله ما شاء الله عليهم، يعني كنشوفهم كنتالم كنتالم. شنو غدير لدوك الوليدات؟ هما مساكن ما عندهم لا نساب لا اوراق لا باش يقراو ولا شنو، كيفاش حياتهم النفسيه ولا قدام صحابهم ولا هو بعدا صافي راه دمر داك الولد. شنو داك الولد شنو غيكون؟ غيقولوا لي شنو سميتك ولا النساب ديالك؟ اش غيقول لهم؟ ما عنده لا ورقه لا والو، غير ضرب الفم. فين هو الوراق؟ على مين كتدخل دابا كتمشي الاداره كتمشي حاجه اللي كتدلي بالبطاقه ديالك، ماشي غتقول لهم الاسم ديالك هكا، كتدلي بالاوراق ديالك. كنتمنى من الله ومنكم يا ربي هادشي يوصل للناس اللي كيديروا هاد الاخطاء. يا ربي ما تكونش عندنا في حالات هادي راه كارثه، لان حنا في 2021 وباقيين هاد الكوارث كيوقعوا، راه عيب وعار، والله تا عيب وعار علينا نديرو بحال هكا في وليداتنا. الله يلطف بينا يا ربي، يلطف بينا يا ربي، يلطف بينا. ونتمنى من الله يوصلكم الفكره ديالي ويوصلكم الهضره ديالي اللي غنقول لكم. كنحاول نبسط باش كلشي يفهمني، يفهموني الوليدات والامهات وكلشي يفهمني ان شاء الله باذن الله. يا ربي نكون على حسن ظنكم، ويا ربي يهدينا ويسمح لينا ويغفر لينا يا ربي. وهذوك الوليدات يا ربي دير لهم شي تاويل الخير، هادشي اللي كنطلبو من الله. انا كنقول الام ديالهم بعدا سيري علميهم على الصنعه، الا ما قراوش سيري دخليهم بعدا الصنعه وديري لهم شي حاجه، لان مساكن بقاو فحال هكا راه غيضيعوا وغيتشرطوا في الشارع. الله يلطف بينا ويحفظنا ويحفظ وليداتنا وليدات الجامعه. راه ماشي انا ما عنديش الوليدات، راه ما لا راه وليدات كاينين ولاد خويا. الله يهدينا ويهدي الجميع يا ربي، وقبلوا عليا دائما كنقول لكم قبلوا علينا وسمحوا لي لطولت عليكم، والله يخليكم ليا. مع السلامه.